لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في دعوى الرافضي النص على الأئمة. قال الرافضي: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قام بثقة للرسالة ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة، وقال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله. دول الاثناشر إمام عند الإيه؟ عند الشيعة الإمامية، اللي بيقولون بأن الإمامة ركن الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الإمامة، وأن من لم يعرف إمامه لم يكن مسلما. ثم ذكروا هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، لذلك يسمون بالاثنى عشرية، وسموا بالجعفرية أيضا، لأن أحد هؤلاء هو جعفر بن محمد الصادق، وذلك أن الإسماعيلية يرون الإمامة في إسماعيل بن محمد وليس جعفر، يعني في سكة تانية. ويعني هؤلاء المعروف عنهم جميعا الالتزام بمنهج أهل السنة في الحقيقة، ولم يتولى الخلافة أحد منهم إلا علي والحسن رضي الله عنهما. علي رضي الله عنه 5 سنوات أو 4 وكسور، والحسن ابن علي 6 أشهر تكملة 30 عاما التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة. وأما الباقون فالحسين أخذ البيعة ثم قتل دون أن يحكم ودون أن يتولى الإمامة، والباقون جميعا لم ينازعوا في الإمامة أصلا. علي زين العابدين هو علي بن الحسين، لما وقعت الحرة لم يشارك فيها، ولذلك أوصى يزيد ابن معاوية مسلم ابن عقبة بأن لا يتعرض لزين العابدين، أوصى له وقال إنه لم يرضى بما فعل أهل المدينة ولم يشارك فيما فعلوا من نقض البيعة. وهذا يدل على حال هؤلاء الأئمة الأفاضل مع حكام زمانهم، لم يكن هناك منازعات في الحقيقة، حتى يقال عاشوا أئمة لا ينفذون أمرا ولا يقضى لهم بحكم. في الحقيقة من تأمل حالهم علم أنهم ممن كان ينشر العلم ويعلمه للناس ويتعبد لله عز وجل. محمد الباقر سمي الباقر لأجل أنه قالوا بقر العلم، كان في زمن أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويعني هو أسبق في الزمن الإمام مالك بن أنس. وحديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
يرويه عن محمد ابن علي ابن الحسين اللي هو محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه، حيث رواه وقال وأنا يومئذ غلام شاب، فأدرك جابر بن عبد الله وقد عمي وروى عنه هذا الحديث. فلم يزل العلماء يروون عن هؤلاء الأفاضل وهو من رجال الصحيح، فهم من رواة الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة. كلهم تابعين إلا علي بن أبي طالب، لا مش تبعي، علي صحابي والحسن والحسين صحابة، علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر من صغار التابعين، جعفر من تابعي التابعين، وبعد ذلك يعني تأخر. قال ابن تيمية: فصل في الكلام عن استخلاف أبي بكر، هل كان بنص أو اجتهاد؟ أما قوله عن أهل السنة إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية، فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم. ده الجواب ده لإثبات جهل هذا الرافضي بمذاهب أهل السنة، ليس أنه يدافع عن هذا القول أو يصححه، إنما هو يتكلم على أن هذا الرافضي لا يعرف مذاهب أهل السنة، ويقول ليس هذا قول جميعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، بل قد ذهب الطوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالأخبار، أظن هذه خطأ مطبعي، وأنها ثبتت بالاختيار، اختيار الصحابة له. وبهذا قال جماعة من أهل الحديث المعتزلة والأشعرية، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. والثاني أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، قال وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وبكر ابن أخت عبد الواحد والبيهسية من الخوارج، وقال شيخه أبو عبد الله ابن حامد: فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وقد اختلف أصحابنا في الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال، فذهبت طائفة من أصحابنا حنبلة إلى أن ذلك بالنص، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه حتما، ومن أصحابنا من قال إن ذلك بالاستدلال الجلي. قال ابن حامد: والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، قال: وذلك نص على إمامته. هذا ليس بسديد، هذا ليس نصا على إمامته، هذه إشارة، لأنه يمكن أن يكون يقوم مقامه في العلم أو يقوم مقامه في العطاء، ولا يلزم أن يكون ذلك نصا على إمامته حتى يقال قد نص على إمامته. طبعا الأصل عندنا في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري وبمحضر الصحابة، فقالوا له لما طعن: استخلف، فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف.
فقال ابن عمر: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أنه لن يستخلف. ده نص واضح جدا بأن ذلك إيه؟ لم يكن عن استخلاف النص. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة بعد أن خطب وبين فضل قريش قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك أبايعك. فلو كان عند أبي بكر نص كيف يمكن أن يعرض على الأنصار بيعة رجل آخر خلافا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يكن أبدا ليترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما حدث من أمور. فأبو بكر وعمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فيبقى هذا مثل هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا. قال: وحديث سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حديث رواه أحمد والترمذي، حديث حسن. هما بعده يبقيان، هذا إشارة أيضا. لذلك نقول الصحيح إنه فيها إشارات وليس نصا، لا يصلح أن يقول أن يقال نص خفي، بل يقال هذه إشارة، لأنه يمكن أن يكون كما أن يقال مثلا ترك الإمام مالك بعده الشافعي. هذا هل يقال أن هذا في الخلافة؟ لا يلزم. أسند البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، استحالت الدلو إلى دلو كبيرة جدا، فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. قال: وذلك نص في الإمامة. هذا أيضا ليس نصا في الإمامة، هذا إشارة إلى أن هذا سيقع، وليس يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به، لو كان ذلك لما ترددوا. قال: ويدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك وروى عن مسند أحمد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقلت: أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء. إسناده ضعيف، خصوصا عدم ذكر علي رضي الله عنه، مع الإجماع على أن خلافته خلافة نبوة، فهو ضعيف الإسناد والمتن. خلافة علي والحسن خلافة على منهاج النبوة بلا نزاع، إلا أن يقصد أن الناس لم يجتمعوا على علي، وعثمان كانوا مجتمعين مدة ثم اختلفوا عليه في آخر خلافته حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. قال: وأسند أبو داود عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربط، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نوط بعضهم ببعض
فهم ولاة الأمر، ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل لا يلزم به ولا يكون نصا لاحتمال التأويلات الأخرى في العلم، في يعني في الصلاح، في المنزلة عند الله. الإمامة بالنص شيء آخر، لابد أن يقول الخليفة بعدي فلان. قال من ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه الاحتضار، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي لفظ: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. رواه البخاري ومسلم. وهذا نص في الحقيقة في عدم الاستخلاف، مع أنه جايب الاستدلال أنه إيه نص في الاستخلاف. ليه؟ لأن الرسول أهم أن يكتب ثم إيه ثم ترك ذلك، اكتفاء بماذا؟ بأن الله مقدر ذلك، أن الله يأبى الله إلا أبا بكر، وأن المسلمون لن يعدلوا بأبي بكر أحدا. فهذا اطمئنان منه، ولذلك لم يكتب له الكتاب، وليس أنه كتب كتابا لغيره، لم يكتب كتابا صلى الله عليه وسلم. لو كتب لكتب لأبي بكر. ما هو إذا ما كانش ما استخلفش أبو بكر اللي هو كان أراد أن يكتب له كتابا، ما استخلفش غيره الأولى. لو كان هو هيستخلف ويكتب لحد كان هيكتب لمين؟ لأبي بكر. وبعدين ما كتبلوش اعتمادا على أن هذا سينفذ، وأن المسلمين لن يرضوا بأحد غير أبي بكر. قال: وهذا الحديث في الصحيحين، ورواه من طريق أبو داود الطيرسي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. هذا دليل على إيه؟ على حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، باستحالة تقديم أحد على أبي بكر رضي الله عنه. حاجة عظيمة جدا، معاذ الله، يعني حاجة تبقى قبيحة جدا في الأمة، يستعاذ بالله منها أن لا يعرفوا منزلة أبي بكر، فنعوذ بالله من الشيعة. معاذ الله أن يكون كلامه صحيح، أن يفعلوا ذلك. معاذ الله، أعوذ بالله، أن يعني تبقى مصيبة إيه كبيرة جدا. الرسول بيتعوذ بالله من هذه المصيبة، من هذا الجهل، إن المؤمنين يختلفوا على أبي بكر، ده مستحيل، مش هيحصل. فعشان كده ترك الكتاب، وعشان يسن لنا صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار. عشان كده بجزم لكم أن الخلافة ثبتت بالاختيار، وده قول أكثر أهل العلم من أهل الحديث. قال أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل: اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا. ثم اختلفوا، فقال بعضهم: لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر. اللي هو بيستمولوا ايه؟ بالاستدلال، اخذت بالاستدلال، كلام قوي بالنص الخفي او الاشارة، والصح تقال الاشارة. قال: وقال بعضهم: لا، ولكن كان اثبتهم فضلا فقدموه لذلك. وقال الطائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف ابي بكر بعده على امور الناس نصا جليا. قال أبو محمد: وبهذا نقول لبراهين أحدها إطباق الناس كلهم، وهم الذين قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق
وجميع إخوانهم وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء، لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه، دون أن يستخلفه هو. لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا خلاف. كيف ذلك؟ وعمر رضي الله عنه ممن سموا أبا بكر إيه؟ خليفة رسول الله، وقال إن رسول الله لم يستخلف، خلفه هو رضي الله عنه، وليس أنه استخلفه. لو كان كذلك لقيل مستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال خليفة فعيلة، فهو من خلفه وليس استخلفه. يقال استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه ومستخلفه. فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف. كلام غير صحيح، هذا ليس حجة عند الصحابة رضي الله عنهم، وهم العرب الأقحاء الصحاح اللسان. قال ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضرورين ضروريين. أحدهما أنه لم يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ خليفته على الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمرهم، قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، سموه خليفة رسول الله ما سموهوش إلا بعد الموت. فصح يقينا أن خلافته المسمى بها هي غير خلافته على الصلاة. والثاني أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كعلي في غزوة تبوك استخلفه على المدينة، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلفه على البلاد باليمن والبحرين والطائف وغيرها، لم يستحق أحد منهم بلا خلاف بين أحد من الأئمة أن يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح يقينا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها الخلافة بعده على أمته. هو ده ما فيهوش نزاع أنه هو المسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، ولكن أن ده ما يتسماش إلا لمن استخلفه دون من خلفه باختيار الصحابة، لا. طب كل دول استخلفهم يبقى يقال ينبغي أن يستحق لقب إيه؟ خليفة. وليس هذا بصحيح. قال ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا، ولو لم يكن ها هنا إلا استخلافه في الصلاة لم يكن أبو بكر أولى بهذا الاسم من سائر من ذكرناه. لماذا؟ يعني من المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا. هو صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، واختاره الصحابة فجعلوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب يعني. قال أيضا فإن الرواية قد صحت أن امرأة قالت يا رسول الله رأيت إن رجعت فلم أجدك، كأنها تريد تعني الموت، قال فأتي أبا بكر. وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر. هذا قول ليس بصحيح، أن هذا نص إيه؟ جلي. يعني لما يجي واحد لو ما لقيتكش اروح لمين اخد منه الحاجه، لو ما لقيتكش اسال مين بعدك. ايه المشكله في ذلك؟ في العلم، في العطاء، في الوفاء بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي اشياء. يبقى ازاي يكون نص جلي؟ هو اشاره. قال ايضا فان الخبر قد جاء من الطرق الثابته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه في مرضه الذي توفي فيه لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا نص احتج به في الاستخلاف، وهو نص في عدم الاستخلاف، لأنه هم ولم يفعل.
يقول لكي لا يقول قائل، ثم لم يفعل اكتفاء بأنه يأبى الله رسول والمؤمنون إلا أبا بكر، وروي أيضا ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر، هذا ليس صحيحا هذا اللفظ. فهذا نص جلي على استخلافه صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ولاية الأمة بعده. قال واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر لم يستخلف عمر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قال ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنهم والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة. يا للعجب، هم دول مين؟ وبعدين الإجماع على تسمية الخليفة مش على الكلام اللي انت قلته، ان الخليفة لا يسمى خليفة الا اذا ايه استخلفه غيره، وما ينفعش يتقال خليفة لمن خلف غيره، ده الأمة عامتها على إثبات أنه يسمى خليفة وإن إيه؟ وإن لم يستخلفه. حاجة عجيبة جدا والله، يعني يجعلها إجماع حدة ابن حزم العجيبة دي، وإيه وجزمه بالاستدلالات مع أنها هو ضل غلطان أصلا. وبعدين يقول يعني بكل هذا موقوفين على عمر وعائشة، هم عمر وعائشة دول مين؟ ده عائشة رضي الله عنها اللي هي شاهدة كل حاجة واللي أنت رويت الخبر عنها، فهي إذن ده دليل على إنه هو ده خطأ في فهمه هو. قال مما لا تقوم به حجة ظاهرة، مع أن هذا الأثر خفي على عمر، خفي على عمر هذا الأثر بتاع استخلاف أبي بكر، خفي على عمر كما خفي عليه كثير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستئذان وغيره. طب ما خفاش على أبي بكر اللي هو صاحب القصة صاحب القضية يعني، وازاي سمح يستخلفه من غير ما يقول له لغايه ما ابو بكر يعرض على ايه على انصار عمر او ايه او ابا عبيده، هيخالف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه؟ مش ممكن. قال وانه اراد استخلافا بعهد مكتوب، عايز يقول ان عمر يبقى بدل ما يقول انه خفي عليه يقول لك لا كان يقصد لم يستخلف بعهد مكتوب. ونحن نقر أن استخلافه لم يكن بعهد مكتوب حقيقة. عمر قال لم يستخلف، ما قالش لا بعهد ولا إيه مكتوب ولا بغير ولا غير مكتوب. أما الخبر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها فكذلك أيضا، وقد يخرج كلاهما عن سؤال سائل، وإنما الحجة في روايتهما لا في قولهما. هذه في الحقيقة رواية نافية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استخلف، فإن رسول الله لم يستخلف. قول الصحابي الرسول فعل كذا ولم يفعل كذا هو حديث متصل الإسناد، وليس أنه قول موقوف عليه. قلت الكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس على خلافته، هل حصل عليها نص خفي أو جلي، وهل تثبت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد. فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي، وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية. يعني يقول أنت منتش عارف، هناك من قال، وكذلك أن هذا القول لم يقله جميعهم، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم، وده الحق فعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية. هذا حق، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم أو أكثرهم في الحقيقة، وإن كان الحق هو نقيضه فقد قاله بعضهم، فقد قال بعضهم ذلك، فعلى التقديرين لم يخرج أهل السنة عن لم يخرج الحق عن أهل السنة. أقول كل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.